قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم إن وفد اللجنة الرباعية الدولية لم يأتي بأي مبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال لقاء الوفد مع القيادة الفلسطينية. عريقات أكد أن القيادة الفلسطينية طالبت اللجنة الرباعية بوضع حد للممارسات الإسرائيلية اليومية من إعدامات ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل ونصب للحواجز العسكرية في مختلف مدن الضفة الغربية. وتابع أنه آن الأوان لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل اختارت الحل الأمني كأداة لمحاربة الشعب الفلسطيني. their commitment to stop settlement activities and to release the prisoners.